مصر من فوق، حلاوتها في صورتها الكاملة. أكاديمية الشروق هي أكاديمية خاصة مصرية تأسست على يد رجل الأعمال محمد فريد عام 1995 ميلادياً. تحتوي على ثلاث معاهد وهما المعهد العالي للهندسة، المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، المعهد الدولي العالي للإعلام. أولاً المعهد العالي للهندسة، أنشئ المعهد العالي للهندسة عام 1995 بقرار الوزاري الصادر عن وزارة التعليم العالي 1712 بتاريخ 22 من نوفمبر 1995. وكان مقر المعهد في هذا الوقت في مدينة العاشر من رمضان، ثم انتقل إلى مقره الجديد بضاحية النخل بمدينة الشروق. وكان عدد برامج المعهد خمس برامج أكاديمية وهما هندسة الاتصالات، الهندسة الطبية، الهندسة الكيميائية، هندسة القوى والآلات الكهربائية، الهندسة المعمارية. وقام المعهد بإنشاء قسم الهندسة المدنية عام 2000، وبدأت الدراسة به اعتباراً من العام الدراسي 2000-2001، ليصبح عدد الأقسام العلمية بالمعهد 6 أقسام بالإضافة إلى الرياضيات والفيزياء والهندسة. واشتمل برنامج الهندسة الكيميائية شعبة جديدة لهندسة تصنيع البترول، البتروكيماويات، وقد بدأ العمل بها في العام الجامعي 2019-2020. المعهد العالي للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات تم قرار الإنشاء في 9 يونيو 2001، حيث ينقسم إلى ثلاث أقسام وهما قسم علوم الحاسب، قسم نظم معلومات إدارية، قسم محاسبة. جميع الأقسام معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي المصرية ومعدلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصرية. وقامت إدارة المعهد بتطوير اللائحة الدراسية لبرامج مختلفة. أما قسم علوم الحاسب الدراسة به باللغة الإنجليزية، قسم نظم معلومات إدارية الدراسة به باللغة الإنجليزية والعربية، قسم محاسبة الدراسة به باللغة العربية، مما يتيح منح نفس الحقوق والواجبات التي تمنحها الجامعات الحكومية المصرية كالتسجيل في النقابات والتسجيل في الدراسات العليا. مدة الدراسة 4 سنوات دراسية بجميع الأقسام للحصول على درجة البكالوريوس. قسم الإذاعة والتلفزيون، قسم العلاقات العامة والإعلان، وقسم الصحافة. حيث أن جميع الأقسام معتمدة من وزارة التعليم العالي المصرية ومعدلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصرية. المعهد الدولي العالي للإعلام، أنشئ المعهد الدولي العالي للإعلام بالقرار الوزاري رقم 1216 بتاريخ 9 يونيو 2009، وكما يضم الأقسام التالية، مما يتيح منح نفس الحقوق والواجبات التي تمنحها الجامعات الحكومية المصرية كالتسجيل في النقابات والتسجيل في الدراسات العليا. وبدأ التسجيل في الأقسام بداية من الفرقة الثالثة، ومدة الدراسة 4 سنوات بجميع الأقسام للحصول على درجة البكالوريوس. حيث يوفر قسم الصحافة العديد من فرص التدريب للطلاب داخل وخارج المعهد للتعايش مع الحياة العملية، ومن أمثلتها دورة تدريبية بجريدة الجمهورية، دورة تدريبية بمعهد الأهرام الإقليمي وبوابة الأهرام الإلكترونية، زيارة جريدة وموقع اليوم السابع، حيث وفر القسم العديد من الزيارات الميدانية لتثقيف الطلاب، ومن أمثلتها زيارة مجمع الأديان بمصر القديمة، ومتحف الحضارة بمنطقة الفسطاط، ومكتبة الإسكندرية. وحالياً ينظم قسم الصحافة
بإشراف دكتور رامي عطا رئيس القسم دورة تدريبية بوكالة أنباء الشرق الأوسط، مما يتيح منح نفس الحقوق والواجبات التي تمنحها الجامعات الحكومية المصرية كالتسجيل في النقابات والتسجيل في الدراسات العليا، وبدأ التسجيل في الأقسام بداية من الفرقة الثالثة، ومدة الدراسة 4 سنوات بجميع الأقسام للحصول على درجة البكالوريوس.